الصحف الجزائرية أغلبها، أغلب الصفحات الأولى للصحف الجزائرية كانت تتصدر عنوان واحد وهو رحيل هذا الزعيم، كذلك رحيل المناضل حسين أي تحمد لم يتصدر طبعا الصحف الجزائرية فحسب بل تعداها للصحف العالمية. ورقة في هذا الموضوع مع إسماعيل محبوب. رحل المناضل أي تحمد، كلمات خطت بالبنط العريض وتصدرت عناوين الصحف العربية والعالمية وكبرى المواقع الإخبارية، وأجمعت على صفات ونضال المناضل الجزائري. البي بي سي عربية ركزت على نضال أي تحمد بعد الاستقلال، معنونة على صدر موقعها وفاة حسين أي تحمد أحد أبرز مناضلي الاستقلال في الجزائر. موقع الجزيرة نت اختصر الخبر في عنوان بثلاث كلمات: حسين أي تحمد. فيما عاد موقع فرانس 24 إلى المعارضة الراديكالية فعنوان: وفاة المعارض الجزائري البارز حسين أي تحمد في سويسرا. المواقع الأجنبية هي الأخرى تناولت الخبر بكثير من الإسهاب وكتبت في عناوينها الرئيسية: وفاة المناضل التاريخي حسين أي تحمد، عنوان اتفقت عليه جريدتي لوموند ولوباريزيا، فيما اختارت صحيفة لوفيغارو: المناضل حسين أي تحمد يرحل.